بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد بحلقه جديده خطيره جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. احنا معاكم على الهواء، والله مش قادره اقول لكم ببقى فرحانه قد ايه ومستنيه تليفوناتكم وتحت امركم في اي سؤال. شايفين الجو لطف ازاي؟ شايفين هو الواحد عنده اكتئاب، مش عارفه ليه، يعني ما اعرفش انا ليه مخنوقه كده ومكتئبه، بس الجو لذيذ يخلي الواحد كده يحس ان هو الله عايزين ننزل نتمشى كده. يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمه. النهارده بقى احنا عاملين وصفتين ظراف جدا جدا وسهلين جدا. اول وصفه هنبتديها مع بعض ايه؟ احنا هنعمل وصفه رز بالعدس والشعريه. انا الوصفه دي يا جماعه في قلبي، بحبها حب، ولا فيها لحمه ولا فراخ ولا محتاجه حاجه من لذاذتها، تتاكل لوحدها كده. ايه مثلا؟ مع بتنجان مخلل، طماطم مخلله، ايه ترشي بس. ممكن كمان نسلق من جنبها بيضه ولا بيضتين مثلا، لذيذه جدا جدا. هقول لكم المقادير بتاعتها دلوقتي قد ايه سهله وظريفه، ان شاء الله تعجبكم. ولو مش عارفه تعملي غدا النهارده هتبقى دي مناسبه جدا ان انت تعمليها ان شاء الله. وطبعا ارقام التليفونات استاذه سموره هتنزلها لكم حالا عشان تنورونا باتصالاتكم وتحت امركم في اي سؤال. بصوا يا شباب، ايه بقى القصه؟ هو الوصفه اسمها الرز بالعدس والشعريه. انا معايا كوبايه من الرز البسمتي، وطبعا احنا في انواع من الرز ما بتتغسلش، لكن لو انت جايباه سايب يبقى يفضل طبعا ان انت تغسليه. بنغسله تحت ميه الجاريه العادي خالص ونصفيه كويس جدا. لما بنصفي الرز من الميه بيفرق جدا معانا، عم يطلع معاكي مفلفل غير لما تبقي حطاه كده وهو لسه فيه ميه، تمام؟ انا عملت كده في الرز البسمتي اللي معايا ده. معايا كمان نص كوبايه من الشعريه المحمره، اهو نص كوباية من الشعرية، وانا حمرتها كده وديت لها لون ذهبي ظريف جدا، مش هتاخد منك وقت ابدا. معانا كمان كوباية من العدس المسلوق، تمام؟ احنا سالقين كمية حلوة اهو من العدس، انا هحتاج منه كوباية واحدة بس حلوة كده. والعدس احنا بنسلقه ازاي؟ مية بتغلي على النار، بنحط فيها رشة كمون خفيفة ورشة ملح، وبننزل بالعدس بعد ما نكون شطفناه طبعا تحت الحنفية، وبنسيبه يتسلق نص سلقة ظريفة كده علشان ما يبقاش مهري معاكي، لانه لسه هيتحط مع الرز، تمام؟ معانا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معانا فلفل رومي اخضر متقطع حتت صغيره برده او مكعبات صغيره، طبعا ملح، فلفل، رشه شطه، معلقه صغيره من الكاري، هنحط كمان معلقه صغيره من الكمون، وميه سخنه. لو عندك جزر كمان هيبقى ظريفه جدا، جزرايه واحده بس حجمها متوسط هنبشرها معاهم بس كده، هتبقى تحفه. شوفوا، ولا لحمه ولا فراخ ولا حاجه، بس حاجه في منتهى اللذاذه، مش هتقاوموها ابدا من كتر ما هي حلوه ان شاء الله. انا معايا زيت ومعايا حله هنا اهو، هحط بس كده معلقه زيت كبيره، تمام؟ والمفروض ان احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بالشعريه زي ما اتفقنا ان احنا بنديها تحميره ظريفه بتبقى جاهزه معانا، ومعايا الرز والعدس. قبل ما احطهم بقى معايا اول حاجه البصل، هديله كده تحميره وتقليبه كده ياخد لون حلو وريحته كده، معلقة الزيت اللي احنا حطيناها، وبعد كده بنحط الفلفل الرومي الاخضر. زي ما قلت لكم لو عندك جزرايه حلوه كده ابشريها وحطيها معاهم تتشوح، حلوه قوي. انا حطيت معلقه زيت واحده بس لو تاخدوا بالكم، ارش رشة ملح وفلفل، ملح وفلفل، عايزة الخضار كده يدبل. بعد كده احط الشعرية عشان كده الشعرية بقى ايه، انت تبقي محمراها في حلة تانية صغيرة كده وتبقى جاهزة. اول ما البصل يدبل والفلفل هننزل على طول بالشعريه، ونديهم تقليبه حلوه كده. ومعانا العدس، انا عايزاكم تجربوا الوصفه دي وتدعولي. كوبايه حلوه كده من العدس المسلوق. العدس ده يا جماعه انا بموت فيه، العدس ابو جده الاسمر ده، ياه لذيذ لذاذه.
هنا. طبعا الريحه خطيره. عايزه تضيفي مكعب مرق معاهم هتبقى حلوه برده. انا مش هحط، انا هحط بقى التوابل اللي انا محضراها. هنحط كاري، الكاري هيعمل طعم حلو قوي. نحط الكزبره، رشه شطه خفيفه خالص هتوديه في حته تانية. لو ما عندكيش شطه بس عندك فلفل اخضر حامي ممكن تيجي تحطي حته كده. نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. واخر حاجه بنحط الرز البسمتي المغسول ومتصفي. طبعا نقدر نستخدم الرز المصري عادي خالص، مش لازم الرز البسمتي. انا مش سامعاكي يا استاذه سموره بتقولي ايه. تمام، حاضر يا فندم. بصوا اللذاذة. هنحط بقى ملح وفلفل المرة الأخيرة ومية سخنة بس. حط كده ملح ورشة فلفل كمان، ونقلب التقليبة اللي هي لازم نقلب كويس قوي عشان ندي فرصة ان كل الحاجات دي تتشوح مع بعض. وزي ما خدتوا بالكم انا حطيت معلقه زيت واحده بس في الاول، واخدت بالي طبعا ان كده كده الشعريه واحنا بنحمرها هتبقى شاربه شويه زيت يعني، فاول ما اتحطت برده فرشت شويه الزيت اللي كانوا فيها، فتبقى الاكله خفيفه ما تبقاش مزيته قوي، تبقى حاطه زيت كتير بتبقى لذيذه. ولما نفضل نقلبهم كده احنا بنضمن ان الرز يبقى مفلفل والعدس كمان. تمام، وميه سخنه، ونغطي الكلام الحلو ده بارتفاع عقل 2 صباع. مهما احكي واوصف على الوصفه اللذيذه دي لازم تجربوها بنفسكم عشان تشوفوا خطيره ازاي. بسيبها كده الميه تتشرب من غير ما اغطيها ولا اي حاجه. اول ما الميه تتشرب تمام هنغطي الحله ونهدي النار اوطى حاجه ونسيبها تستوي لمده ربع ساعه. هتلاقي نفسك معاكي حله من اللذاذه. بصوا شكلها عامل ازاي، خطيره. انا بس رشيت عليها شويه بقدونس من فوق، محتاجه بس كده ايه طماطم مخلله، باذنجان مخلل، او اي طبق طرشي كده لذيذ، او حتى طبق سلطه وبس. وادعوا لي جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. هنروح فاصل بسرعه جدا الم اشيائي دي كلها واجيب مقادير الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه معانا هتبقى ورقه الفراخ. ورقه وصفه برده تحفه وسهله جدا. خليكم معانا بعد الفاصل.